تفاقمت الأزمة وتعقدت نتيجة لممارسات ومعالجات قاصرة والخاطئة على أيدي أنظمة تعاقبت على حكم البلاد منذ الاستقلال، دفعت بالبلاد إلى حافة الانهيار والتفكك. إلا أنه وبعد مرور أكثر من 6 عقود من الاستقلال والمحاولات العديدة لإيجاد صيغة مثلى لبناء دولة تجمع كل السودانيين على تنوعه الديني والإثني والثقافي والنوعي، تتوفر فيها الحرية والعدالة والمساواة والرضا الشعبية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتوزيع العادل للسلطة والثروة، لم تتحقق بعد. إن مبدأ توافق القوى السياسية الثورية والشبابية والمجتمعية والمدنية والدينية والثقافية التي ساهمت بمجهودات متعددة ومختلفة في نجاح ثورة ديسمبر بسقوط النظام الدكتاتوري هو الأمل والحلم والضرورة الوطنية لاستقرار وحدة البلاد. إن التوافق على ميثاق وطني يجمع السودانيين يعتبر هو المخرج الآمن ولا ظل كلفة لتصحيح الأوضاع. هذا التوجه يتطلب منا الشجاعة والإقدام والاعتراف بالأخطاء التي صاحبت الممارسة السياسية، ويجب أن نعمل جميعا على وحدة السودان وتوافق مكوناته، وأن نتصدى جميعا للقضايا الجوهرية، ونستطيع الإجابة على الأسئلة المصيرية التي تواجه البلاد بما يكفل إعادة وصياغة وبناء الدولة على أسس حديثة وموحدة وفق ثوابت وطنية ومشروع توافق وطني يضمن سلامة عملية الانتقال الديمقراطي ويحقق السلام وزيادة حكم القانون والعدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة. مشروع التوافق الوطني للخروج من حالة الاستقطاب والانسداد والاحتقان والإخصاء في الممارسة السياسية، نطرح برنامج التوافق الوطني كخيار استراتيجي يضمن وحدة السودان. نطرح برنامج التوافق الوطني كخيار استراتيجي يضمن وحدة السودان كغاية سامية مستندا على الوثيقة الدستورية وعلى اتفاق سلام جوبا ومبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء ومبادرة العقد الاجتماعي الجديد ومبادرة العودة إلى منصة التأسيس ومبادرة أساتذة جامعة الخرطوم والمبادرات الأخرى لتستوعب السودانيين بمختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم. المهم من عمر الثورة والعدالة تقتضي التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق المدنيين وحق المواطنين، وفي مقدمتها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والاغتصاب والتعذيب وإخضاع مرتكبيها إلى محاكمات عادلة تضمن عدم إفلاة المجرمين من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وتكوين لجان للحقيقة والمصالحة والعمل على إدارة الضرر والقبل والمرارات على تنفيذ أو تقييد الحياة الاجتماعية والسياسية. الأهداف العامة للتوافق الوطني للمرحلة الانتقالية: التمسك بوحدة تراب هذا الوطن والعمل على تحقيق أمنه واستقراره، العمل على تأسيس وبناء دولة الحرية والعدالة والمواطنة والرعاية الاجتماعية والحكم الرشيد حقيقة لا شعارات عبر برامج متكامل يساهم في حل الأزمة السودانية، العمل على تحقيق نظام فيدرالي، المشاركة في صناعة وبناء الدستور الذي يجب أن يتم عبر مشاركة شعبية واسعة، العمل على تحقيق الانتقال السلس والآمن إلى مرحلة الديمقراطية، تقديم وتنفيذ برنامج وطني يعمل على وحدة مكونات المجتمع السوداني السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية في عقد اجتماعي يسمو فوق جراحات الماضي
ويحترم التعدد والتنوع واختلاف الآخر لإدارة المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية والتي تمتد لعامين بحسب الوثيقة الدستورية. المساهمة في إكمال عملية السلام والعمل على إيجاد رؤية استراتيجية ترتكز على التوزيع العادل لموارد الدولة والتنمية المتوازنة المستدامة كمدخل لتحقيق الاستقرار والسلام ومخاطبة الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة القائد عبد الواحد محمد نور والآخرين لتسهيل إجراءات اكتمال التفاوض بغية التوصل للسلام الشامل في السودان. التأكيد على وحدة بناء الجيش السوداني القومي الواحد الذي يعبر عن كل مواطن في السودان بعقيدة وطنية واحدة تهدف إلى حماية أمن المواطن والوطن ووحدة أراضيه والحفاظ على الدستور واستدامة السلام والديمقراطية. الاهتمام بقضايا المجموعات المهمشة في البلاد، العمل على رفع الوعي المجتمعي بالحقوق القانونية والسياسية، العمل على تنفيذ مشروعات العدالة الاجتماعية والذي يضمن لكل سوداني التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة السياسية والمدنية ومن أي جهة أخرى وفق مبادئ التوزيع العادل للموارد والأعباء والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والضمان والرعاية الاجتماعية والعدالة بين الأجيال. العمل على ضمان مشاركة الشباب والمرأة بمشاركة عادلة في مستويات الحكم وفي مؤسسات الدولة والمساهمة الفاعلة في اتخاذ القرار دون وصاية. المساهمة بفعالية في إزالة آثار الحروب والنزاعات واستدامة السلام. العمل على تعديل وصياغة القانون والتشريعات التي تحفظ للإنسان حقوقه وكرامته وفق أهداف ومبادئ المعاهدات الدولية والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وتحقيق العدالة الانتقالية. خلال الفترة الانتقالية لا بد من العمل على عودة من هجرتهم الحروب من النازحين واللاجئين ومعالجة أوضاعهم وتوفير مقومات العودة الطوعية وسبل العيش الكريم الآمن للمساهمة في التنمية والإعمار وإنعاش الاقتصاد الوطني وتقديم الشكر والعرفان باسم حكومة الفترة الانتقالية إلى المجتمعات الدولية التي استضافتهم طيلة فترة الحروب التي شهدتها بلادنا. إكمال مؤسسات الفترة الانتقالية ومعالجة الخلل لأن عدم اكتمالها حول بعض مؤسسات الحكم بديلا للبرلمان والأجهزة الرقابية الأخرى وحجما من قاعدة الشراكة في مؤسسات الفترة الانتقالية نؤكد على مجدي إدارة التمكين واستجداد الفساد ومحاربته واسترداد الأموال المنهوبة وفق سيادة حكم القانون. هذا هو ميثاق مسودة مشروع ميثاق وحدة الحرية والتغيير الذي تراضت عليه القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وسيكون منذ إعلانه الآن مفتوحا لكل القوى السياسية الوطنية لتوافق شامل ما عدا نظام المؤتمر الوطني الذي اجتمع على صدر الشعب السوداني. وسيكون التوقيع على ميثاق او مسودة التوافق لوحدة قوى الحرية والتغيير بعد 14 يوما من تاريخ قراءته في هذا المحفل. سنكون موقعين جميعا متراضين متفقين على شيء واحد، هذا هو السودان وهذا هو الوطن، وطني الاول ووطني الاخير ووطني هو كل الانتماء وكل التغيير وكل الحرية. واخيرا اقول لكم كما قال الراحل سيف الدين
في بلدي إذا هتف الناس للشمس تعالي ها هنا اقتربي، جاءت على خجل حيرة تسائلهم من ذا على النيل يا أحبار يسأل بي. وشيخ كأن وقار الكون لحيته وآخرين دماءهم كونت نسبي، والجار يعشق للجيران من سبب وقد يحبهم جدا من غير ما سبب، والناس أروع ما فيه بساطتهم لكن معدنهم أغلى من الذهب. هذا هو السودان وهذا هو المعدن، وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا محمد أبو محمد.